أعود الآن مشاهدي الكرام ترحيب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد كامل البحيري المحلل السياسي بقناة القاهرة الإخبارية. مرحبا بكم مجددا أستاذ أحمد. دواء الترامبايسين يشفي الإقليم المنكوب بإسرائيل في رأيك؟ يعني يشفي ويهدئ ما أعتقدش، لأن الأمر ليس فقط تصريحات لوقف إطلاق النار أو تعهدات لحل بعض الأزمات. على أي رؤية؟ يعني عندما يتحدث على أني مع مجيئي سوف أوقف الحرب في قطاع غزة، على الرؤية الإسرائيلية؟ أوقف الحرب في لبنان على أي رؤية؟ على الحق العربي، على الحق الطبيعي، على المعطيات الطبيعية التي يمكن أن تكون مقبولة في وقف العدوان ووقف الإبادة والحرب، أم على حسب الرؤية الإسرائيلية؟ يعني عندما يتحدث على عندما يأتي ستوقف الحرب في لبنان مع إعطاء إسرائيل حق الاختراق الجوي والبري والمراقبة الحدودية وصلاحات الانتهاك السيادة اللبنانية، هل هي دي معناها وقف إطلاق النار؟ لذلك هو حتى ذي اللحظة لم يجاوب ترامب ما هي آليات التنفيذ لوقف إطلاق النار وعلى أي أرضية لوقف إطلاق النار وعلى أي رؤية سياسية لوقف إطلاق النار. إذا وقف إطلاق النار الألم هائل يا أستاذ أحمد، لدرجة أنه أي وقف لإطلاق النار يرضيني أنا شخصيا بالنسبة لأستاذ محمد. بالنسبة لي طبعا أي وقف إطلاق النار يمكن أن يرضي الأطراف والشعوب للحالة الإنسانية، لكن هو هيؤدي إلى عملية استقرار وتهدئة؟ هل سيؤدي أن الطرف الثاني سيقبلها؟ يعني عندما أتحدث عن لبنان فإعطاء حق الإسرائيل بتدخل الجوي للطلعات الجوية أو تدخل البري عندما يشاء، كما سرب بأن هناك وثيقة أو تعهد أمريكي لإسرائيل بأنها يمكن أن لها الحق أن تتدخل في أي وقت للداخل اللبناني كاتفاق ضمني ما بين الطرفين ومراقبة الحدود، هل ستقبلها بها الدولة اللبنانية؟ هل هذا سيؤدي إلى الاستقرار في يوم من الأيام؟ يعني جزء من حضرتك تفضلت على الحديث حوالين ما حدث في هولندا، هو عملية استفزاز. يعني عندما أوقف الحرب فتدخل قوات أمريكية أو قوات إسرائيلية لجنوب لبنان مرة أخرى بعد وقف الحرب، مش هتؤدي إلى استفزاز للمواطن اللبناني وللدولة اللبنانية، ستؤدي إلى عودة نشوب الأزمة مرة أخرى. هذا ليس وقف إطلاق النار وهذا ليست عملية تهدئة، هو ترحيل للأزمة أسابيع أو أشهر، معنى ذلك أنها ستنفجر بشكل أوسع وأكثر تأثيرا من هذا الأمر. لكن المطلوب حتى على أبسط التصورات، هل يستطيع أن ينفذ ما تبجح به في سياق حملته الانتخابية وأن يوقف هذا الاحتدام الميداني بمكالمة تليفون؟ لا أعتقد ذلك. يعني هذه برضو الصورة يعني الهركليز المعطى بأنه هناك أمور كثيرة جدا سوبر ترامب بهذا الأمر اختبر في المرحلة الأولى في عهده، يعني وكان هناك نقاط كثيرة جدا لم يتحقق من تنفيذها فيها، وكان هناك رد فعل من مؤسسات دولة بأن هذا خط أحمر، يعني لا يمكن الحديث بهذا الأمر فيه. لذلك هل يمتلك كروت لعلاقة شخصية بينه وبين نتنياهو ليؤثر على نتنياهو بأنه يتنازل عن سقف طموحه في تغيير خريطة الشرق الأوسط فيؤدي إلى قبول المضمون 17-01 على سبيل المثال كما جاء في الأمم المتحدة للقبول بهذا الأمر؟ يمكن أن يكون هناك علاقة شخصية تدفع الأمر لمزيد من التعاون، والعنصر الشخصي لاعب مهم جدا على فكرة في العلاقة ما بين الدول. هو ممكن نتنياهو يقدم هذه الهدية لدونالد ترامب طبعاً لكي يقوي مركزه في البيت الأبيض خلال الأسابيع الأولى. صحيح. فلذلك أنا إذا كان هذا الأمر سيأتي طبقا للقوانين والشرعيات الدولية هذا مقبول. يعني يا ريت عندما يتحدث عن وقف إطلاق النار طبقا لقرار 17-01 وليست الشروط المقحفة ل 17-01 يا ريت، يلا تمام. يعني نأمل أن يتمكن ترامب من تحقيق هذا الأمر، لكن في الآخر من هنا لغاية 20 يناير هذه أزمة أخرى. يوم التنصيب طبقا للدستور الأمريكي هو ترامب لا يمكن أن يتدخل في السياسة الخارجية، ليس له أي صلاحية. لغاية يوم 20 بايدن هو القائد الأعلى للقوات المسلحة طبعاً، هو المسؤول عن الحاكم على السياسة الخارجية وغيره، فترامب لا يمكن أن يتدخل بمبادرات دولية أو غيره، يمكن أن يحدث اتصالات ثنائية بينه وبين زعماء وقيادات، هذا أمر آخر في هذا الأمر. لكن ما هي صلاحيته وقدرته على الضغط في هذا التوقيت؟ تبدأ في العشرين وخاصة عندما سرب بعض الأمور بأن ترامب أعطى لنتنياهو فرصة، يعني ايه لو انت عايز تخلص حاجه خلصها قبل يوم 20 يناير. لذلك مثلا في
سيكون هناك وجه مختلف لأنني سأنتظر منك حسما لقضايا بعينها، ولا يمكن حسابه أيضا إلا في 20 يناير. تصور. صحيح. مزبوط. صحيح.